أوروبا تتأهب لأكبر أزمة طاقة، وتوقعات أمريكية بارتفاع أسعار النفط 40%. الاتحاد الأوروبي يراجع توقعات نمو اليورو يساوي الدولار لأول مرة منذ 20 عاماً. مساعدات أوروبية جديدة لأوكرانيا بمليار يورو، والكريملين ينفي استئناف المحادثات مع كييف. الثالثة عصراً الوحيدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. مشاهدين أهلاً بحضراتكم، نقدم لكم هذه النشرة زميلتي دينا زهرة وأنا أحمد بشتو. دينا، شكرا لك أحمد. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير. بداية هذه النشرة مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ملف الطاقة. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن أوروبا بأسرها تتأهب لكابوس قطع روسيا لإمدادات النفط عن الدول الأوروبية كرد فعل للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وأضافت المجلة الأمريكية أن هذا الكابوس أصبح حقيقة ماثرة بعد قيام روسيا بمنع إمدادات الغاز عن أوروبا من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1 بدعوى القيام بأعمال الصيانة. وأوضحت نقلا عن خبراء دوليين في مجال الطاقة أن القارة الأوروبية تتأهب حاليا لأكبر أزمة طاقة تتعرض لها عبر تاريخها بسبب قطع روسيا لإمدادات الغاز والنفط عنها، لا سيما أن الدول الأوروبية تعتمد على روسيا بنسبة تصل إلى 40% في توفير احتياجاتها من الطاقة. وفي فيينا أكد المستشار النمساوي كارل نيمر أن الاتحاد الأوروبي يستعد جيداً لسيناريو غياب روسيا عن تزويد أوروبا بالغاز. وأشار المستشار النمساوي إلى أنه رغم الارتفاع الحاد في الأسعار إلى أنه يرفض تحديد سقف لأسعار الطاقة، مؤكداً أهمية اجتماع مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة أزمة الطاقة، موضحاً أن بلاده تستعد جيداً للوضع المضطرب في أسواق الطاقة. كشفت وكالة بلومبرج عن تزايد خطر تعرض منطقة اليورو للركود مع ارتفاع احتمالية حدوث نقص في الغاز الطبيعي واستمرار التضخم عند مستويات قياسية، مع ترجيح أن تشهد ألمانيا انكماشا في الناتج الاقتصادي بسبب خفض تدفقات الطاقة الروسية. المزيد في هذا التقرير. وسط تحذيرات ومخاوف من حدوث نقص في الغاز الطبيعي واستمرار التضخم عند مستويات قياسية بأوروبا، يتزايد خطر تعرض منطقة اليورو للركود. وبحسب وكالة بلومبرج، فقد ارتفعت احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في القارة العجوز إلى 45% بعد أن كانت 30% وفق نتائج المسح السابق. ومن المرجح أن تشهد ألمانيا انكماشا في الناتج الاقتصادي باعتبارها إحدى أكثر أعضاء التكتل الأوروبي تعرضا لخفض تدفقات الطاقة الروسية. وذكرت الوكالة في استطلاع لاقتصاديين دوليين أن ارتفاع تكلفة المعيشة يتسبب في خسائر متزايدة للأعمال التجارية والمستهلكين الذين خرجوا من عامين من تفشي كورونا. ورجح اقتصاديون أن تدخل منطقة اليورو في ركود معتدل خلال النصف الثاني من العام الحالي، لكن هذا لن يكون كافيا لمعالجة التأخر في الطلب من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما يترك البنك المركزي الأوروبي يسلك مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة. لكن هذا لن يكون كافيا لمعالجة التأخر في الطلب من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما يترك البنك المركزي الأوروبي يسلك مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة.
في السياق ذاته حذر فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من تفاقم الضغط العالمي على إمدادات الطاقة الذي تسبب في نقص حاد قاد أسعار الكهرباء والوقود إلى الارتفاع. وأشار بيرول إلى أن العالم لم يشهد مثل أزمة الطاقة الراهنة من حيث عمقها أو تعقيدها، وأضاف أنه سيظل أمن إمدادات النفط والغاز يشكلان تحديا لأوروبا. كما شدد بيرول على مدى صعوبة هذا الشتاء في أوروبا، ما قد يشكل مصدر قلق كبير له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي. تدخل ألمانيا إذن ومعها أوروبا فترة من انعدام اليقين بشأن مستقبل وارداتها من الغاز الروسي، بعدما بدأت شركة غازبروم الروسية العملاقة أعمالا لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. الزميلة إيمان الحويزي تطلعنا على المزيد. أهلا بكم. بدأت عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وتقرر أن تتوقف تدفقات الغاز به لمدة 10 أيام حتى 21 من يوليو الجاري، وسط توقعات متشائمة من الحكومات والأسواق والشركات الأوروبية تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب أزمة أوكرانيا. خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي توقف للصيانة في الوقت الراهن ينقل نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، ويبلغ طول الأنبوب أكثر من 1200 كيلومتر. وتخشى أوروبا أن تمدد روسيا الصيانة المقررة للحد بشكل أكبر من إمدادات الغاز الأوروبية، مما يؤدي إلى تعطيل خطط تخزين كميات من الغاز لفصل الشتاء، وتفاقم أزمة الغاز التي أدت إلى اتخاذ تدابير طارئة من الحكومات وفواتير عالية بشكل مؤلم للمستهلكين. كانت روسيا قد قطعت بالفعل إمداداتها من الغاز تماما عن عدة دول أوروبية لم تمتثل لمطلبها بدفع المقابل بالروبل، كما خفضت في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب، وهو ما أدى إلى مزيد من الزيادات في الأسعار. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قال إنه يتعين على البلاد مواجهة احتمال أن تعلق روسيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ما بعد فترة الصيانة المقررة. وفي إطار استعداداته لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الروسي، أقر البرلمان الألماني البوندستاغ خطة تقنين تشمل على سبيل المثال تحديد درجة التدفئة القصوى المسموح بها في الشتاء ب20 درجة مئوية، ومنع المكاتب الفردية من تسخين المياه. في المقابل نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استخدام روسيا النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية، قائلا إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر، وأنه لا أحد يختلق أي إصلاحات. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول مستجدات أزمة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الدول الأوروبية. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. في ذات السياق وفي واشنطن، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم إن تداعيات قطاع الطاقة العالمي سلطت الضوء على الحاجة إلى تقليل الاعتماد على الوقود الإحفوري. وأشارت غرانهولم خلال منتدى عالمي للطاقة في سيدني باستراليا إلى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم يمكن أن يكون أعظم خطة سلام على الإطلاق. قالت الولايات المتحدة إن 14 شركة حصلت على عقود في أحدث بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. كانت إدارة بايدن قد أعلنت في أواخر مارس الماضي أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في إطار مساعي إدارة بايدن لتهدئة أسعار الخام التي عززتها ردود الأفعال على الأزمة الروسية لأوكرانيا. وقد ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بنحو 7%، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، مع زيادة استخدام أجهزة تبريد الهواء، وذلك وسط موجة شديدة الحرارة رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية في مناطق في الولايات المتحدة. وجاء الارتفاع في أسعار الغاز رغم زيادة في الإنتاج إلى مستويات قياسية وتوقعات بانخفاض في الطلب على مدار الأسبوعين المقبلين. وصعدت العقود الأمريكية للغاز بنحو 72% عن مستوياتها في بداية العام الحالي.
بحث وزير المالية الياباني سونيتشي سوزوكي مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في العاصمة اليابانية طوكيو، بحثا تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في ظل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والتحديات الاقتصادية التي تواجه معظم أنحاء العالم. كما ناقش الطرفان الخطوات نحو كبح الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء التي دفعتها الأزمة الروسية الأوكرانية. من المتوقع أن تناقش يلين وقادة الأعمال اليابانيين سبل تعزيز مرونة سلسلة التوريد وحل العقبات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. هذا وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أن السعر العالمي للنفط قد يرتفع بنحو 40% إلى مستوى 140 دولار للبرميل إذا لم يتم فرض سقف مقترح لسعر الخام الروسي. ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله إن المسؤولين اليابانيين أعربوا عن قلقهم من فرض سقف للسعر منخفض للغاية، لكنهم لم يرفضوا نطاقا سعريا محتملا بين 40 و60 دولار للبرميل. بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لإجراء صيانة له، تزايدت مخاوف أوروبية حول مد هذا الإغلاق ووقف إمدادات الغاز، ما يؤثر سلبا على تخزين الغاز لفصل الشتاء المقبل. نتابع المزيد في هذا التقرير. قلق متزايد ومستقبل ضبابي تواجهه الدول الأوروبية بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 الذي يعد أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي لألمانيا، وذلك لإجراء صيانة دورية به تستمر عدة أيام، ما جعل أوروبا تخشى إطالة أمد هذا الإغلاق. وأعربت النمسا عن قلقها من توقف إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1، حيث قالت ليونور جويسلر وزيرة الطاقة والمناخ النمساوية إنه رغم أن هذا الخط يزود ألمانيا وشمال أوروبا بشكل أساسي، إلا أن كميات أقل من الغاز تأتي أيضا إلى النمسا نتيجة لذلك، ما يؤثر سلبا على تخزين الغاز لفصل الشتاء في الأيام المقبلة. ومع تزايد مخاوف وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي وبحث أوروبا عن بدائل، وقع وزير الاقتصاد الألماني ونظيره التشيكي إعلان نوايا لإبرام اتفاقية تضامن في مجال الغاز، حيث تعهد فيه بالاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي وتسريع وتيرة الانتقال لمصادر الطاقة منخفضة الكربون. من جانبه أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول مشكلات مرتقبة في إمدادات الطاقة، مع التأكيد على الاستمرار في مسار إسراع التحول للطاقة المتجددة والعمل على تقليل اعتماد ألمانيا على دول موردة للطاقة. وأقر مجلس النواب الألماني خطة توفير تتضمن وقف التدفئة ما فوق 20 درجة مئوية في الشتاء وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية، فيما تعمل الحكومة على زيادة الاعتماد على الفحم، كما تقوم بشراء كميات من الغاز المسال بمليارات اليوروهات من منتجين آخرين. في الوقت نفسه دعت الحكومة الإسبانية مجموعات الطاقة في البلاد إلى الحد قدر الإمكان من وارداتها من الغاز الروسي. على جانب آخر، أعلنت شركة إين الإيطالية بأن غاز بروم الروسية ستخفض إمدادات الغاز بشكل إضافي إلى 21 مليون متر مكعب يومياً، بينما بلغ المعدل على مدى الأيام الأخيرة الماضية 32 مليون متر مكعب يومياً. من جانبها ذكرت وكالة بلومبرج أن خسائر النفط تزايدت مع عودة ظهور فيروس كورونا في الصين، بالإضافة إلى المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأشارت بلومبرج إلى أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن الوجه الأسوأ لأزمة الطاقة لم يظهر بعد، مشيرة إلى أن السوق النفطية شهدت شحا هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى التدفقات التجارية المتقلبة من روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاع كبير في أسعار البترول الخام عالميا، ليتخطى سعر برميل خام برنت 130 دولارا خلال شهر مارس الماضي، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الوقود والمنتجات البترولية في كافة دول العالم. المزيد مع إيمان الحويزي.
أهلا بكم. تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع كبير في أسعار البترول الخام عالميا، يتخطى سعر برميل خام برنت 130 دولارا خلال شهر مارس الماضي، وهو ما انعكس بدوره على أسعار الوقود والمنتجات البترولية في كافة دول العالم. ففي الولايات المتحدة بلغ جالون البنزين خلال شهر يونيو رقما قياسيا، حيث وصل إلى 5 دولارات للجالون الواحد، وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يصل فيها متوسط سعر الوقود إلى هذا الحد. وأوقفت المكسيك دعم البنزين للولايات الواقعة على طول حدودها الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت وزارة المالية إن المواطنين الأمريكيين الذين يعبرون إلى البلاد يستنزفون الإمدادات بسبب رخص سعر البنزين في البلاد مقارنة بأمريكا. وتشهد أسعار الديزل والبنزين في العالم قفزة قوية مع تراجع المخزونات لمستويات منخفضة تاريخياً ونقص قدرة التكرير، ما يهدد بانكماش الاقتصاد العالمي. وتعاني أوروبا عجزاً بأكثر من مليون برميل يومياً في إمدادات الديزل والبنزين مع انخفاض قدرة التكرير في روسيا جراء ضغوط العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. واضطرت الهند وهي مصدر رئيسي للبنزين والديزل في آسيا إلى زيادة وارداتها من الوقود، وارتفعت واردات البنزين إلى حوالي 13 ألف برميل يوميا في النصف الأول من شهر يونيو، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر. ومن المتوقع أن تصعد واردات الديزل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 عند حوالي 48 ألف برميل يوميا، كما قامت العديد من الدول المنتجة للنفط بزيادة أسعار الوقود، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإمارات العربية المتحدة التي رفعت أسعار البنزين للمرة الخامسة هذا العام، حيث قفزت تكلفة الوقود في البلاد بنحو 80% منذ بداية العام وسط ارتفاع أسعار النفط. ويعد الارتفاع في أسعار الوقود أحد أسباب بلوغ التضخم مستويات قياسية في العديد من دول العالم، ولعل أبرز تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات البترولية في كافة دول العالم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. في سياق متصل، توقعت منظمة أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل، لكن بوتيرة أبطأ قليلا عن العام الحالي، وذلك بمقدار 2,700,000 برميل يوميا على أساس سنوي، ليصل متوسطه إلى 103 ملايين برميل يوميا. توقعت أوبك أيضا في تقريرها الشهري ارتفاع الطلب على نفط دول المنظمة تحديدا بمقدار 900,000 برميل يوميا، فيما سيزيد الطلب من الدول غير الأعضاء بنحو 1,100,000 برميل يوميا، كما أبقت على توقعات الطلب للعام الحالي دون تغيير عند 3,360,000 برميل يوميا. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعدما أثر فرض قيود جديدة لاحتواء كوفيد-19 في الصين والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي على توقعات الطلب على الوقود. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 4% لتصل إلى 100 دولارين و84 سنتا للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي مسجلة مستوى 99 دولار و69 سنتا للبرميل. في واشنطن، قالت كارين جان بيير سكرتيرة البيت الأبيض للصحافة إن بيانات التضخم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مرتفعة للغاية، وتوقعت بيير أن تلقي الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعيات على مستويات التضخم الأساسية، وذلك قبيل إصدار بيانات التضخم الجديدة غدا الأربعاء.
وعندما صدرت القراءة الماضية عند مستوى 8.6%، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس. وإذا أثبت التضخم الاستمرار في الارتفاع، سيتخذ الفيدرالي الأمريكي المزيد من الإجراءات المتشددة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الركود ونتائج الشركات يحددان سيناريوهات بورصة وول ستريت، وأشارت فاينانشال تايمز إلى أنه مع انقضاء نصف أول بائس على حد وصفها من هذا العام على سوق الأسهم، يقوم المستثمرون بتقييم ما إذا كان يمكن للاقتصاد الأمريكي تجنب حدوث انكماش كبير، بينما يرتفع الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لمحاربة أسوأ تضخم منذ عقود. في سياق الأزمة أيضا، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستخفض مجددا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الحالي والمقبل، كما سترفع توقعاتها للتضخم نظرا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. هذا ومن المتوقع أن تقدم المفوضية يوم الخميس المقبل أرقامها المحدثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو. ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن تجار التجزئة في المملكة المتحدة تضرروا من الانخفاض الحاد في الإنفاق مع ارتفاع التضخم، وأشارت The Guardian إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في شهر مايو الماضي ليبلغ 9.1%. وتأثرا بالأزمة، تراجعت أسعار الذهب مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية واستمرار صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى الهبوط لأدنى مستوى له في 9 أشهر في الجلسة السابقة. وسجل سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية انخفاضا عند مستوى 1731 دولار للأوقية. كذلك تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر مسجلة مستوى 1729 دولار للأوقية الواحدة. تعادل سعر صرف العملتين الأمريكية والأوروبية مقابل العملة الروسية في بورصة موسكو، وباتت كلا العملتين تساوي 59 روبل. أما في الأسواق العالمية فقد جرى تداول اليورو عند مستوى قريب من التعادل مع الدولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 20 عاما، حيث تتزايد المخاوف بأن أزمة الطاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه. وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 في الصين من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي. وانخفض المؤشر الأوروبي الرئيسي بنحو 0.3%. كذلك تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنفس القيمة، وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.2%. أيضا تراجع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.7%. تراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع الإصابات المحلية بكوفيد 19، ما أثر مخاوف من حدوث ركود أو يؤدي إلى عمليات بيع، وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 1.77%. تراجع المؤشر توبكس لأوسع نطاقا بنسبة 1.64%. ونقلت وكالة رويترز عن متعاملين من شركة تداول أوراق مالية محلية قولهم إن الانتشار المتزايد لفيروس كورونا عزز المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.
في بروكسل وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية جديدة بقيمة مليار يورو لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي المساعدات المالية الكلية المقدمة من الدول 27 إلى 2,200,000,000 يورو لكييف التي تواجه تداعيات العملية العسكرية الروسية. وقال وزراء مالية التكتل في بيان لهم إن المساعدة الجديدة تهدف إلى تلبية احتياجات أوكرانيا المالية والعاجلة والأكثر إلحاحاً، ولضمان أن تواصل الدولة الأوكرانية أداء وظائفها الأساسية. أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي تجميد حوالي 13,800,000,000 يورو من أصول أثرياء روس في إطار العقوبات المفروضة على روسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا. وأعرب المفوض البلجيكي عن أمله في أن تشهد الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات من جميع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستصب في صندوق مشترك لصالح الشعب الأوكراني. أما في موسكو فقد قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة وحلفائها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن واشنطن وحلفائها تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة شرسة مع روسيا. أعربت زاخاروفا عن قلقها من أن تلك المواجهة العسكرية المفتوحة مع روسيا تعني صراعا مسلحا مباشرا للقوى النووية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد حاليا حديث عن استئناف المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ليست ضد الشعب الأوكراني وإنما ضد النظام في كييف. جاء ذلك ردا على ما إذا كان الكرملين يوافق على تقييم وزارة الخارجية الأوكرانية لمرسوم الرئيس بوتين بشأن تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية بأنه تعد على سيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية، حيث أوضح بيسكوف أن عددا كبيرا من المواطنين الأوكرانيين ضد النظام ويريدون أن يصبحوا مواطنين روس. ونبقى في موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ إسكندر دمرت منصات إطلاق صواريخ هاربون الأمريكية المضادة للسفن في أوديسا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونيشينكوف إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية، هذا بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق في دونستيك الشعبية. صرح ديمتري روغوزين رئيس مؤسسة الفضاء الروسية بأن الصاروخ البالستي العابر لقارات سارمات يجرى تحضيره لاختبارات جديدة. وأشار المسؤول الروسي إلى أن هذا الصاروخ يعد أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم ويجرى الآن إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 21 من الشهر الماضي أن صاروخ سارمات سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية هذا العام. أما في مينسك فقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الخطط الاستراتيجية للغرب لمهاجمة روسيا عبر أوكرانيا وعبر بيلاروس. وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي أشار لوكاشينكو إلى أن الاتجاه الرئيسي لتوجيه ضربة إلى روسيا هو عبر أوكرانيا وبيلاروس، كما أكد الرئيسان خلال المحادثات الهاتفية عزمهما المتبادل على تعزيز العلاقات الروسية البيلاروسية والمشاركة والتحالف. قتل 7 أشخاص في هجوم شنته القوات الأوكرانية في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون. وقال رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي عينتها روسيا بمنطقة خيرسون إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 60 شخصا، مشيرا إلى أنه ما زال هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض وآخرون محاصرون في منازلهم. من جانبهم ذكر مسؤولون أوكرانيون أن قواتهم دمرت مستودعا للذخيرة في نوفا كاخوفكا.
هذا وقال متحدث باسم الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنر جودار إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار استهدفتا مبنى بالقرب من محطة الطاقة النووية في زاباروجيا. وأوضح المتحدث أن الهجوم أسفر عن تضرر السقف والزجاج ولم تقع إصابات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الناتو ليس لديه نوايا عدوانية تجاه روسيا. جاء ذلك تعليقا على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي أن اعتبار روسيا عدوا يؤدي إلى زعزعة الأمن في أوروبا. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حلف الناتو هو تحالف دفاعي لا يشكل أي تهديد لأي دولة. نبقى في واشنطن، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن اجتماعا جديدا لمجموعة الاتصال الدولية بشأن مساعدة أوكرانيا سيعقد عن بعد يوم 20 من الشهر الحالي. وأشارت الوزارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لورد أستون ناقش جدول أعمال الاجتماع المرتقب مع نظيره الأوكراني في محادثة هاتفية، موضحة أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول المساعدات المستقبلية من الولايات المتحدة وحلفائها إلى أوكرانيا. أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من يناير 2023. وقال وزير مالية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قال إن التكتل يهنئ كرواتيا لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو. إلى لندن، حيث قال مصدر في حزب العمال إن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا سيقدم اقتراحا لإجراء تصويت بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع توقع إجراء التصويت غدا الأربعاء. ويعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة برئاسة جونسون في الوقت الحالي يجب أن تستمر في المنصب، وإذا خسرت الحكومة التصويت فقد يؤدي ذلك لإجراء انتخابات وطنية. أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب ووزير النقل جرانت تشابس دعمهما لحملة ريتشي سوناك ليكون رئيس الوزراء المقبل. قال راب إن ريتشي لديه ما يلزم لتوفير القيادة التي تحتاجها البلاد خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة. من جانبه أعلن تشابس أنه تخلى عن محاولاته المنافسة على منصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن ريتشي لديه الكفاءة والخبرة لقيادة البلاد. سجلت روسيا أول حالة إصابة بجدري القردة، ووفقا للسلطات الصحية فقد تم اكتشاف الإصابة لشاب عاد من رحلة في عدة دول أوروبية، مشيرة إلى أن خطر إصابة الآخرين بالعدوى محدودة. سجلت أكثر من 50 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة إصابات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة نحو 7600 إصابة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة. وفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهل عقال زعيم داعش في سوريا وأحد كبار قادة التنظيم الإرهابي الأربعة بشكل عام.
إلى الأراضي المقدسة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع بعد أن غادروا مشعر منى ورمي الجمرات الثلاث. ويشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثالث من أيام التشريق لأداء طواف الوداع، وبهذا أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها. نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم وعدد من المستشفيات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأضحى وتوزيع الهدايا على النزلاء. يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس السيسي. قصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم وليا وجود. احنا النهارده مبسوطين جدا بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا، وهم قاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال، والأطفال مبسوطين جدا. احنا مبسوطين والظباط جه ودينا هدية هدوم، الظابط اداني مسدس وهدوم وانا مبسوط وكل سنة وطيب. هذا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. فاجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس للمعايدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم، وكان حدث طيب ادخل السرور على المرضى. وفرحانه بزيارتكم فعلا، والله جد فرحان بيهم. واشكركم والله على الزياره الجميله وعلى ذوقكم. ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لسياده الرئيس، ربنا لنا سلام وطهنا. شكرا جزيلا ليكم، وانتم طيبين وبخير وسعاده، وربنا يا رب كده يجعل مصر دايما بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. عندي امل فيكم وبيكم نبني عزيمه وعمل، ايدك في ايدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. أنا موجود جابوا لعب وهدايا للاطفال في وحده علاج اليوم الواحد، وده شيء من شانه ان هو يعني بيفرح الاطفال وبيبسطهم. نشكر وزاره الداخليه على الاهتمام وان هم بيجوا دايما يفرحوا الاطفال وبيبسطهم ما بينسوناش. انبسطت جدا بالهدايا، شكرا جدا وكل سنه وانتم طيبين. النهارده سباككم وادونا هديه عشان العيد. سلامتك يا ريس. مصر الامل ده مش مجرد شعار لكن حقيقه، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار. أنا موجود.
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية المكثفة على كافة الطرق والمحاور لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري. نتابع. إجراءات أمنية مكثفة وخطط ومتابعات دقيقة اتخذتها وزارة الداخلية لتحقيق الانسيابية والانضباط المروري على كافة الطرق والمحاور خلال فترة الأعياد. ويشهد طريق إسكندرية مطروح الساحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث قامت الإدارة العامة للمرور بنشر الخدمات والأكوال الأمنية على الطريق لتوفير سبل الأمن والأمان والسيولة المرورية. كما تم تزويد الطريق بمعدات مراقبة إلكترونية ثابتة ومتحركة للحد من تجاوز السرعات والالتزام بالسرعات المقررة على الطريق، وخاصة المناطق التي تم تطويرها بالطريق الرئيسي. وبمناسبة بدء التشغيل التجريبي للمنطقة التي تم تطويرها مؤخراً من الكيلو 101 إلى الكيلو 156 التي تمت خلالها توسعة الطريق الرئيسي ليصبح 6 حارات، كما تم توسعة الطريق الداعم ليصبح 4 حارات، إضافة إلى إنشاء 9 كباري دورانات لخدمة مرتاد الطريق ولتيسير تغيير الاتجاه لنقل الحركة من الرئيسية إلى الداعم. ومن الداعم إلى الرئيسية. كل كوبري يتكون من 4 مطالع و4 مخارج لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم والرئيسية، ويكون أمامه 4 اختيارات، إما مخرج الطريق الداعم أو مخرج الطريق الرئيسي أو الدوران، ثم يسلك مخرج الداعم أو المخرج الرئيسي في الاتجاه المعاكس. وقد تم نشر خدمات مرورية أعلى الكباري لتحقيق الانضباط المروري عليهم. الطريق الداعم تم إنشاؤه لخدمة مرتادي القرى السياحية والمولات والكيانات التجارية بتلك المنطقة، تتواجد عليه خدمات مرورية لإرشاد المواطنين، ويتكون من 4 حارات ويعمل في الاتجاهين، ويفصل بينهما محددات حركة بلاستيكية وحاجز خرساني لعدم التداخل أثناء السير. ويوجد بالطريق الداعم دورانات تمكن مرتادي الطريق من تغيير الاتجاه والعودة مرة أخرى على نفس الطريق. تم وضع لوحات وعلامات إرشادية على الطريق توضح السرعات واتجاه السير، حيث أصبحت السرعات المقررة بتلك المنطقة 80 كيلو للطريق الرئيسي و 60 كيلو للطريق الداعم و 40 كيلو للكباري. وتهيب وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه المخالفين حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 34 طنا من المواد الغذائية. وضبطت الحملات الأمنية أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وكذلك ضبط قرابة 27 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى
أعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 500 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و107 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط 9 بمضبوطات بلغت قرابة 30 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخلفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. دامت أيامنا أعياداً، يواصل المواطنون في القاهرة والمحافظات التوافد على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. المزيد نتابعه مع مراسل إكسترا نيوز الزميل محمد أبو عيطة. نعم، هي وجهة كل باحث عن الهدوء وال يعني من يبحث عن المناظر الطبيعية والهدوء والراحة النفسية وأيضا الأشجار ورفة الظل. هي حديقة الأزهر حوالي 70 أو أكثر من ذلك من 70 فدانا أو أكثر من ذلك من المساحات الخضراء المتنوعة المبهجة المليئة بالأشجار النادرة وتلك أيضا الأشجار المستوردة من الخارج بالإضافة إلى غيرها من الأشجار الداخلية. أضيف إلى ذلك طبعا مناطق خاصة باللعب للأطفال. هذه المناطق الداخلية تتميز بها الحديقة لأنها أيضا مناطق يعني مجانية في الداخل، وكل ذلك بسعر يعني مناسب لمختلف الطبقات الاجتماعية، حوالي 40 جنيها هو سعر الدخول بالنسبة للفرد، بينما يبلغ سعر الدخول بالنسبة للطفل 30. وبالتالي فإنه كل هذه العوامل تضاف إليها أيضا عوامل تتعلق بأنه هذه الحديقة قسمت بشكل يجعل من كل جزء فيها يعني منطقة خاصة متميزة بها وبجمالها، وهو ما يجعلها أيضا قبلة لمحبي التقاط الصور التذكارية أو إجراء الفوتو سيشنز، تلك الصور التي تمتاز بها هذه الحديقة طبعا، لأنه خلفيات جميع المناطق هنا خلفيات متميزة للغاية، وبعضها أيضا يطل على القاهرة التاريخية، ومنها يمكنك مشاهدة حتى مناطق المقطم والقلعة والأثار التاريخية بها، لأنه هناك بعض الأجزاء في هذه الحديقة التي تزيد ارتفاعها عن 62 مترا. وبالتالي فكل هذه العوامل هي عناصر جذب جعلت من هذه الحديقة قبلة لحوالي 12 ألف زائر في يوم العيد الثالث. يتوقع هذا اليوم يعني أن يتضاعف هذا العدد، ربما نتيجة لدخول مزيد من الأسر إلى هذه الحديقة منذ الصباح الباكر. تفتح هذه الحديقة أبوابها من 9 صباحا وحتى 10 مساء من كل يوم وطوال أيام الأسبوع، لتتيح بذلك يعني كل يعني العوامل الخاصة والظروف الخاصة بالبهجة والاستمتاع بأجواء العيد. أيضا إدارة الحديقة جهزتها خلال الفترة الماضية وضعفت من أفراد العمال النظافة ليزدادوا عن 60 عاملا للحفاظ على نظافة وجمال الحديقة على مدار الساعة. أيضا هناك طبعا انتشار كثيف لأفراد الأمن الداخلي الخاص بالحدائق، وهم أيضا حوالي 60 عاملا ومختصا بالأمن، بالإضافة طبعا إلى التعاون مع مديرية أمن القاهرة وقسم الضرب الأحمر لإمداد الحديقة بكل ما تحتاجه من أفراد أمن وعلى الأبوابات الرئيسية وأيضا في الداخل، وأيضا تجهيز هذه الحديقة بعدد كبير من الكاميرات، يكاد يكون كل متر فيها مراقب دائما بالكاميرات، وهناك أيضا تواجد للسيارات الإسعاف لتأمين الداخل والتعامل مع أي طارئ صحي لأي من الزوار. يضاف إلى كل ذلك طبعا وجود أيضا مناطق خاصة بالبحث ويعني تسليم الأطفال المفقودين في الداخل لذويهم. وبالتالي فإنه كل هذه العناصر تجتمع معا لتشكل مزيجا فريدا من أجواء البهجة والمتعة التي تبحث عنها الأسرة المصرية خلال هذه العطلة الممتدة. وبالتالي أيضا كل هذه العناصر جعلت من حديقة الأزهر واحدة من أهم المقاصد السياحية والترفيهية لسكان القاهرة الكبرى، وليس فقط سكان القاهرة الكبرى وإقليمها، بل أيضا من يعني مختلف المحافظات المجاورة وخاصة محافظات الدلتا التي ترتبط مع إقليم القاهرة الكبرى بالطرق الصحراوية والسريعة. وبالتالي أيضا جميعهم أراد أن ينتهز فرصة وجوده هنا في هذه الحديقة مستفيدا طبعا من الأجازة الممتدة ومن حالة السيولة المرورية التي تنتشر على كافة الأنحاء والمحاور. إليكم. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لكنه معتدل الحرارة ورطب ليلا على الأنحاء كافة. نتابع مع حضراتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. مشاهدينا، وفي الختام نذكركم بالعناوين. أوروبا تتأهب لأكبر أزمة طاقة، وتوقعات أمريكية بارتفاع أسعار النفط بنسبة 40%. الاتحاد الأوروبي يراجع توقعات النمو، واليورو يساوي الدولار لأول مرة منذ 20 عاما. مساعدات أوروبية جديدة لأوكرانيا بمليار يورو، والكرملين ينفي استئناف المحادثات مع كييف. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة في هذه النشرة، قدمناها لكم أحمد بشت وأنا دينا زهرة، كل عام وأنتم بخير.